السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. نبدأها بأبرز العناوين. اكتمال وصول أكثر من 232 ألف حاج إلى المدينة المنورة، ووزارة الصحة تقدم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن في منافذ المملكة. ضيوف الرحمن يثمنون الخدمات التي تقدمها المملكة في موسم الحج. غدا طلاب وطالبات التعليم العام يبدأون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث. وتشاهدون في نشرتنا: خلال أسبوع ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس أكثر من 232 ألف حاج من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام. وبينت الإحصائية أن أكثر من 152 ألفا من الحجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة إلى يوم أمس قرابة 80 ألف حاج من جنسيات مختلفة. قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج وحاجة عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية منذ بدء قدوم الحجاج وحتى يوم الاثنين الماضي. وأوضحت الوزارة أنها جهزت خلال موسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى يساندها 156 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 5000 سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1053 سريرا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس. أنهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية فحص الطرق بالمشاعر المقدسة للتأكد من جودتها وسلامتها من أجل راحة ضيوف الرحمن، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات على مستوى العالم ومركبات تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية أهمية كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، لذلك تستخدم تقنيات حديثة على مستوى العالم ولأول مرة تستخدم في الشرق الأوسط من أجل فحص الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وأيضا الرابطة بين المشاعر المقدسة، كل ذلك من أجل راحة ضيوف الرحمن. طبعا وزارة النقل والخدمات اللوجستية تساهم في خدمة ضيوف الرحمن في صيانة جميع الطرق الرئيسية المؤدية مكة المكرمة والتي يسلكها ضيوف الرحمن، إضافة إلى مشعر عرفات ومزدلفة، صيانة جميع الطرق والتأكد من جاهزيتها لموسم الحج. وتقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بشكل دائم بتقييم وضع شبكة الطرق الإنشائية في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي، وذلك ضمن مشروع مسح الطرقات الذي يهدف إلى رفع كفاءة الطرق وجودتها بأحدث التقنيات والمركبات والمعدات المتخصصة التي تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على مسح وتقييم الشبكة القائمة إنشائيا والتأكد من جاهزيتها، إضافة إلى التأكد من احتياجها للصيانة وأولويات الصيانة بمعدات اللي شايفينها موجودة الآن قدامكم. هذه المعدات تساهم جدا في تحديد العيوب والأضرار التي ترصد على الطريق، إذ تمسح الطرق بهذه المعدات ولكل معدة تخصص، ثم تحلل جميع البيانات الخاصة بالأضرار التي ترصد عبر مركبات مجهزة بتجهيزات حديثة وتقنيات متقدمة ودقيقة، ثم يوضع قرار الصيانة آليا اعتمادا على نظام الرصف BMS. الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى الوصول للمركز السادس للجودة كما أطلقها سمو سيدي ولي العهد، والوزارة سعت أنها تخصص قطاعات في الوزارة لخدمة الجودة مثل الإدارة العامة للجودة والبيئة والإدارة العامة لمسح التقييم والتي تملك هذه المعدات الحديثة.
جندت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أكثر من 10,000 موظف وموظفة لموسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن، وتقدم الرئاسة يوميا 3 ملايين عبوة لماء زمزم المبارك وأكثر من 25,000 حافظة موزعة في جنبات المسجد الحرام، كما تقوم بعمليات التعقيم للمسجد الحرام ومرافقه الداخلية 10 مرات يوميا لتظل بيئة الحرمين الأكثر تعقيما في العالم، فيما تقدم الرئاسة لكبار السن وذوي الإعاقة 1,800 عربة كهربائية ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان. وصلت أولى وفود الحجاج القادمين من دول بريطانيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، حيث عملت وزارة الحج والعمرة على تحسين كافة البرامج التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن، منها تطوير آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري عبر بوابة إلكترونية متكاملة تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول ضمن إجراءات سهلة وميسرة. نحن نستلع الحجاج عشان نخدمهم. في انتظار الحجاج حتى نخدمهم. بهذه الكلمات استقبلت وزارة الحج في مكة المكرمة الفوج الأول من الحجاج الأوروبيين القادمين من بريطانيا المسجلين عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية للضيوف الرحمن. تشرف اليوم في وزارة الحج والعمرة باستقبال أول فوج من حجاج أوروبا ومسلمي أمريكا وأستراليا ضمن مبادرة الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لحجاج الكرام. هذه المبادرة من خلالها يستطيع الحاج أنه هو مباشرة يتعاقد على الخدمة اللي يرغبها وفي التاريخ اللي هو يحتاجه وفق رغباته واختياراته بشكل مباشر. تتضمن البوابة خدمات متكاملة تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومراكز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبة الحجاج. هذا الفوج يضم نحو 190 حاجا، وهناك فوج أول قد وصل قبل يوم إلى جدة واتجه إلى المدينة المنورة، وستتوالى إن شاء الله قوافل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة، سواء للقادمين من دول أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو بقية دول العالم. من كافة أقطار الأرض المعمورة بدأت وفود حجاج بيت الله الحرام في الوصول إلى مكة لأداء مناسك حجهم ولخدمتهم ذللت جميع الصعاب. عبد الله الرويس، مكة المكرمة. ثمن حجاج العراق القادمين للمملكة لأداء فريضة الحج ما تقوم به المملكة من جهود تسهم في تسهيل إجراءات سفرهم لأداء النسك لهذا العام 1443 للهجرة. وعبر الحجاج بعد وصولهم إلى مكة المكرمة عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تيسير رحلة الحجاج من بلادهم إلى المملكة. نتابع. شعورنا لا يوصف نهائيا، من منفذ عرعر السعودي ولحد مكة لقينا الخدمة 100% للحجاج وضيوف الرحمن. هذه مشاعر حاج عراقي أتى حاجا قاصدا بيت الله الحرام، الفوج الأول الذي وصل إلى مكة عن طريق البر، حجاج دولة العراق في منفذ التوجيه بالنورية. الحمد لله ورعايته جاري إنهاء استقبال الفوج الأول من أشقائنا الحجاج العراقيين القادمين عن طريق البر. كما ترون أمامكم العدد المتوقع وصوله 1920 حاجي، وصل حتى الآن 350، وجاري استقبالهم في المكان المعد لذلك. بعد طول مسافة سفر حجاج بيت الله الحرام، تستقبل وزارة الحج ضيوفها بتقديم الخدمات المتنوعة من أكل وشرب وأيضا توفير سبل الراحة الممكنة. يعني أنا جيت هنا من أجينا لحد هذا اليوم كل ضيافة وكرم، وما نعرف يعني ما نعرف شو يسوونا، ورد طشوا علينا، قرائين وزعونا الاكل، هذا الاكل بسكت والحليب والشاي، ما نعرف يعني بصراحه خجلانين من عندكم، يعني ضيافه ما شايفه مثلها نهائيا. 83 حافله من العراق وباجمالي عدد حجاج يتجاوز 3,000 حاج يتم استقبالهم في منفذ التوجيه في النوريه لتسهيل وتقديم الخدمات اللازمه لهم. عبد الله الرويس، مكه المكرمه.
اعتلت مشاعر الفرح والسرور على محيا حجاج موريتانيا، وذلك خلال مغادرتهم العاصمة نواكشوط باتجاه المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج. مراسل أخبار السعودية تواجد بالمطار ورصد لنا التقرير التالي. بعد أن اكتملت إجراءاتهم، أول الوهود من الحجاج الموريتانيين يغادرون العاصمة نواكشوط باتجاه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوابير عدة انتظرت هذه اللحظة بفارغ الصبر ولسنوات مضت. مشاعر الحجيج الموريتانيين يمتزج فيها التعب والمشقة بالفرح والشوق إلى تلك الربوع المقدسة. راجي مع دولنا التوفيق لأداء هذه الفريضة، وراجي جميع الحجاج الموريتانيين التوفيق يأدوها، وجميع المسلمين. طبعاً شعور لا يوصف، شعور كل مسلم يؤدي شعير شعائر الإسلام هي الحج، فعلا نحن مرتاحون. الحجاج الموريتانيون يشيدون بما تقوم به المملكة من رفادة وسقاية لضيوف الرحمن. وجيد جدا علينا متوجهين جالس الديار المقدسة بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومكة المكرمة، وجزاه الله خير الخادم الحرمين الشريفين على ذلك الظروف اللي عدل بيت الله الحجاج بيت الله الحرم من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 1500 حاج موريتاني شدوا الرحال نحو المملكة العربية السعودية، ويبدأون الزيارة من المدينة ثم الوصول إلى المشاعر المقدسة خلال الأيام القادمة. يتأكد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أضاحي لحظة وصول الأغنام الخاصة بضيوف الرحمن للعام 1443 للهجرة من السفاية للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار تعاون مشترك يجمع الهيئة العامة للموانئ ووزارة البيئة والمياه والزراعة مع وصول الدفعات حتى استكمالها. نتابع هذا التقرير. في ميناء جدة الإسلامي وبالتحديد في إحدى البواخر المتخصصة في نقل الأغنام، وصلت الدفعة الأولى لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي في باخرة محملة بخمسين ألف رأس من الأغنام المخصصة لضيوف الرحمن. طبعا هي من القرن الأفريقي ابتدأت عمليات أو رحلة النقل من المحجر الصحي في جمهورية جيبوتي، ويتم نقلها مباشرة إلى ميناء جدة الإسلامي من خلال طبعا هي محملة في باخرة، وهي أولى الرحلات وتستمر إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع هذا وباقي الفترة القادمة إن شاء الله رحلات متتالية إلى اكتمال الكميات المحددة لحجاج بيت الله الحرام. وفي لحظة وصول الأغنام تأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية بوجود الأطباء والفنيين البيطريين. عند وصول الباخرة إلى رصيف ميناء جدة الإسلامي يتم إحالة أوراق الباخرة إلكترونيا عبر منصة أنعام إلى محجر ميناء جدة الإسلامي التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبعد ذلك يتم مطابقة المستندات المصاحبة للإرسالية، ويتم تحديد نسبة العينات التي يتم سحبها من ظهر الباخرة، وبعد ذلك يتم الكشف ظاهريا من قبل الكادر الطبي وسحب العينات اللازمة وإرسالها لمختبر المحجر الحيواني بميناء جدة الإسلامي التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبعد ظهور النتائج والتأكد من سلامتها يتم فسحها. كل هذه الخطوات تأتي للتأكد من المواصفات والمعايير الصحية ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود. خالد المطرفي، جدة. أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى أهمية إسهام القيادة الدينية والمجتمعية في تعزيز الأمن الوطني والدولي، وذلك خلال لقاءات موسعة عقدها مع الرئاسات الحكومية والبرلمانية والدينية في مملكة كمبوديا في العاصمة بنوم بنه. وعبر الدكتور العيسى عن تقديره للنموذج الوطني الكمبودي المتميز في تعايشه ووئام تنوعه المجتمعي. من جانبها ثبنت القيادات الكمبودية الدور العالمية والمحورية الذي تطلع به الرابطة في تعزيز وئام المجتمعات الوطنية وجهودها لمواجهة التطرف والكراهية وبناء الجسور بين أتباع الأديان والثقافات من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الجميع.
افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لقاء مع الشركات والمستثمرين في لندن خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، والذي تنظمه الوزارة تحت مظلة برنامج استثمر في السعودية، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين والتعريف بمنافستي أم الدمار ومحدد التعدينية. واستعرضت الوزارة أهم المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين في المملكة وسط حضور لافت من ممثلي الشركات في قطاع التعدين، كما شارك عدد من شركات التعدين قصص نجاحها في الاستثمار في المملكة وأبرز المقومات التي سهلت الرحلة الاستثمارية لهم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اليوم معرض المدينة المنورة للكتاب يسدل الستار على فعالياته وبرامجه الثقافية والتي استمرت على مدار 10 أيام. وفيها أيضا في رقم قياسي جديد، أكثر من 5 ملايين زائر لفعاليات موسم جدة. أهلا بكم من جديد. تبدأ مدارس التعليم العام غدا الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، حيث سيؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات حضوريا لجميع المراحل الدراسية وتستمر لمدة أسبوع. هذا وقد أنهت إدارات التعليم في مناطق المملكة كافة استعداداتها لبدء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة وبما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب. وحثت وزارة التعليم المدارس على تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة. الجميع غدا مستعد تماما في جميع إدارات التعليم لطلابنا وطالباتنا من خلال تهيئة المواقع المناسبة في المدارس، وكذلك جداول الاختبارات ونماذج الأسئلة وأيضا نماذج الإجابة وجداول المتابعة وغيرها من أعمال الاختبارات المعروفة. وهي الحقيقة تأتي في هذه الفترة كختام لعام دراسي كان حافل الحقيقة بالمتغيرات، وكان عام دراسي ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى، وكتجربة أيضا مكررة بعد أن كان هناك اختبارات الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الأول. فالجميع مستعد سواء من حيث التهيئة النفسية للطلاب لدخول الاختبارات أو من حيث التهيئة المكانية وتهيئة البيئة المناسبة بكل ما تتضمنه من مقومات النجاح بإذن الله. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، والتي جرت خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 15,000 مخالف، كما أحيل أكثر من 62,000 مخالف إلى الجهات المعنية تمهيدا لترحيلهم، فيما تجاوز عدد الذين رحلوا إلى بلدانهم 13,000 مخالف، بينما بلغ إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 70,000 مخالف. يختتم معرض المدينة المنورة للكتاب المقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض فعالياته اليوم وسط مشاركة ما يقارب 200 دار نشر متنوعة من محلية وعربية ودولية. وشهد المعرض تنظيم أكثر من 80 فعالية متنوعة تتضمن عقد الندوات والجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية وورش العمل في حقول الفكر والعلم والثقافة والأدب، بمشاركة نخبة من أهم الكتاب والأدباء والمثقفين السعوديين والعرب، بالإضافة إلى جناح الطفل المتضمن عشرات الأنشطة والفعاليات لصقل مهارات الأطفال وتنمية معارفهم ومواهبهم الإبداعية. ولتفاصيل أوسع يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل مصطفى عباس. مساء الخير مصطفى، اليوم نحن في اليوم الأخير للمعرض، خلال الأيام العشرة الماضية كنت معنا ونقلت لنا أبرز ما قدمه هذا المعرض، لو توجز لنا أبرز الفعاليات الثقافية والندوات التي أقيمت بالمعرض. أهلا بك أحمد وبالسادة الكرام المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. بالفعل اليوم تختتم هذه الأمسيات الشعرية وهذه المحافل الأدبية والحوارية من خلال معرض المدينة المنورة للكتاب، هذا العرس الثقافي الذي استمر على مدار 10 أيام. كانت الدعوة مشمولة لجميع شرائح المجتمع، كما استفدت في سياق حديثك أحمد، بالفعل كانت الفعاليات هي الحاضرة على هامش انعقاد هذا المعرض. اليوم اختتمت 9 فعاليات ندوة
ندوات شعرية وجلسات حوارية خاصة للمثقفين وللكتاب مع إصدارات خاصة لكتبهم وتدشينها بحضور الزوار الخاصين عبر هذا المعرض. بالفعل يعني فعاليات مختلفة كانت جملتها أكثر من 80 فعالية، تم تخصيص أيضا ما يزيد عن 40 فعالية خاصة للأطفال وتقديم المسارح التفاعلية لهم. ربما تشاهد من خلفي الآن أحمد والسادة الكرام المشاهدين الصورة الحية والمباشرة على حضور الزوار لهذا المعرض في يومه الأخير وفي ساعاته الأخيرة، إذ تبقى منذ هذه اللحظة ما يقل عن ساعتين لاختتام هذا المعرض. بالفعل أيضا أحمد، بعضا من دور النشر قد يعني عملت إلى تخفيض المعروضات لديها وتخفيض أسعار وقيمة الكتب لاستفادة الزوار من خلال هذه الساعات القليلة المتبقية. أكثر من 200 دار نشر قدموا ما يزيد عن 60,000 عنوان من مختلف المناهل العلمية والثقافية والأدبية. كان هناك يعني رضا كبير من قبل زوار هذا المعرض، سواء على دور النشر التي اختلفت معروضاتها، كذلك أيضا على الندوات الشعرية والجلسات الحوارية التي أقيمت عبر هذا المعرض. ما يميز أيضا أحمد حقيقة هذا المعرض، والذي يعتبر استثنائي، يقام على مستوى منطقة المدينة المنورة، والذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، هو إشراك الجهات الحكومية وشبه الحكومية فيه. نجد أيضا يعني هيئة الطهي، نجد أيضا جمعيات الثقافة والفنون تشارك، نجد سائر الجهات، أيضا نجد مجمع الملك سلمان للغة العربية يشارك بإثراء الزوار عبر العديد من مؤلفاته وإصداراته. 10 أيام كانت حافلة ومليئة بالفعاليات، وكانت أيضا مليئة برضا الزوار والمستفيدين من خلال إقامة هذا المعرض، مع التجهيزات اللازمة وتوفير أيضا التقنية والذكاء الاصطناعي لعملية تسهيل الزائر لحصوله على نسخة الكتاب الذي يرغب بشرائه عبر استخدام هذه التقنية الحديثة. يعني سلطنا الضوء ربما في النشرات السابقة عبر هذه 10 أيام من مختلف الجوانب ومن مختلف الزوايا. نختتم معكم هذا اليوم وهذا العرس الثقافي الذي احتضنته المدينة المنورة تحديدا في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات. نعم مصطفى، يعني قبل أن نختم معك، يعني نشاهد حضور كثيف من خلفك، ما تقول لنا كاميرا الأخبار من أرض المعرض. هل لديك معلومة عن إحصائية الشراء، إقبال الناس على اقتناء الكتب، أو يعني هل وجدوا ما يبحثون عنه؟ خصوصا مثل هذه المعارض دائما ما يحرص عدد من القراء على البحث عن بعض الكتب التي يبحث عنها، وتكون فرصة له مثل هذه المعارض. هو لا شك طبعا أحمد، بطبيعة الحال كانت أوقات العمل الرسمية لهذا المعرض بدأ من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. ربما الازدحام سببه هو اليوم الأخير ووفرة الإعلانات الخاصة من قبل هذا المعرض ودور النشر المشاركة به. ساعات قليلة يستغلها الآن الزائر والمستفيد لشراء الكتب واستلهام هذه الثقافة. ربما لا تحضرنا الإحصائيات أو لم يتم نشر الإحصائيات الرسمية، ولكن بشكل عام يعني نجد دور النشر بدأت يعني نشاهد قل في المعروضات بسبب التوزيع الذي والرواج الذي لاقاه دور النشر من خلال تسويقه لكتبه من خلال هذا المعرض. ولا شك اليوم يعني أكثر من 60,000 عنوان يقدمه هذا المعرض عبر دور النشر، فلا بد وبالتأكيد أيضا أن الزائر حصل على شغفه وحصل على مناله وعلى أخذ هذه المناهل الثقافية والتاريخية المختلفة من خلال هذه المعروضات. لذلك اليوم يوم يعني بدأ هذا المعرض وبدأت وزارة الثقافة في عملية التدشين وعملية الإعلانات، حرصت منذ اللحظة الأولى على تنوع المعروضات وأيضا تنوع دور النشر وتنوع الدول المشاركة، إذ يشارك في هذه النسخة الاستثنائية 13 دولة مختلفة، وهذا ما يعطي الزائر فرصة متنوعة ومتلونة في انتقائه للكتب. صحيح. إذن مراسل أخبار السعودية الزميل مصطفى عباس من أرض معرض المدينة المنورة للكتاب، شكرا جزيلا لك. تحتفل المملكة مع دول العالم غدا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك بفعاليات وأنشطة توعوية لعدد من الجهات الحكومية لتوضيح مخاطر المخدرات والتحذير من أضرارها السلبية الناتجة عن تعاطيها. نتابع. يحتفل العالم غدا في 26 من شهر يونيو باليوم العالمي لإساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها. تشارك فيه الشعوب من جميع أنحاء العالم لتعزيز تعاون المجتمعات بتحقيق عالم خال من تعاطي المخدرات. ويركز اليوم العالمي لإساءة استخدام المخدرات على علاقة الإدمان بتدهور صحة الفرد
وخطورة الاتجار بالعقاقير وآثارها السلبية على المجتمع. فيما أعلن المجلس الصحي الخليجي أن 53 من متعاطي المخدرات يعانون من مرض نفسي واحد على الأقل، وأن المخدرات تسبب ضرراً على المظهر الخارجي للمتعاطي مثل تكون التجاعيد وتغير لون الجلد وجفاف الفم وتسوس الأسنان وفقدان الوزن بشكل سريع وتساقط الشعر. فالمخدرات لا تقف عند هذه الأضرار، بل تؤثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتي ظهر منها مؤخراً مواد تشكل خطراً كبيراً تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي والدماغ. المملكة بذلت جهوداً حثيثة في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع والحماية من خطرها الذي يهدد الأمن والاستقرار الصحي والاجتماعي والاقتصادي. كما تقوم المملكة بدور فاعل وتعاون بناء في دعم الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة. وتشارك المملكة دول العالم أيضاً في الاحتفال باليوم العالمي للبحارة الذي حددته المنظمة البحرية الدولية في 25 من يونيو من كل عام، لزيادة الاهتمام بالبحارة والعناية بسلامتهم بوصفهم الركيزة الأساسية في تشغيل السفن والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق الملاحة البحرية الآمنة. وتستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة، حيث يعمل ما يزيد عن 1000 بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في العام الماضي 2021 مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية. جددت أمانات المناطق دعوتها لملاك الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور المستهدفة في المرحلة الأولى إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبا لتطبيق الجزاءات النظامية بحقهم، لا سيما أنه قد تبقى من المهلة 5 أيام فقط تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري. وتهدف الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق على مستوى المملكة إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة والحد من تراكم المخلفات داخلها وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، فضلا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق والميادين وتحسين جودة الحياة. في رقم قياسي جديد، حقق موسم جدة أكثر من 5 ملايين زائر داخل المملكة وخارجها منذ انطلاقته في بداية شهر مايو الماضي. وشهد موسم جدة حراكا اجتماعيا واقتصاديا من خلال تنوع فعالياته وتميزها وتلبيتها جميع الرغبات، إضافة إلى تعدد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات السعوديين، حيث تتجاوز الكوادر الوطنية العاملة في الموسم 80%. وأسهم الموسم في تعزيز مكانة جدة الغنية بمخزونها التاريخي والسياحي والحضاري من خلال حجم الفعاليات والمعارض والأنشطة الترفيهية المقدمة للجمهور. نشرتنا انتهت، وبقي أن أذكركم بعناوينها: اكتمال وصول أكثر من 232 ألف حاج إلى المدينة المنورة، ووزارة الصحة تقدم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن في منافذ المملكة. ضيوف الرحمن يثمنون الخدمات التي تقدمها المملكة في موسم الحج. غدا طلاب وطالبات التعليم العام يبدأون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث. وتابعتم في نشرتنا: خلال أسبوع ضبط 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وفي أمان الله.